بسم الله والصلاة على رسول الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا شعب ليبيا، نداء من أبنائكم وأهلكم في واحة الجغبوب، الواحة التي ولد بها مؤسس الدولة الليبية الملك الراحل إدريس السنوسي. هذه الواحة التي تحركت في 11 من فبراير ضد الظلم والطغيان، طالبة الأمن والأمان، تفاجأ يوم الأمس بقوة أمنية مدججة بالسلاح الثقيل ومشكلة من الجيش والشرطة، دخلت إلى الجغبوب بحجة مكافحة الفساد. وللأسف كانت طريقة الدخول طريقة بلطجية فوضوية، لم يحترموا أهالي وشيوخ وعجائز وأطفال، أهانوا الرجال وضربوا النساء، أحرقوا البيوت والمزارع، أحرقوا السيارات الخاصة، وسرقوا الأموال والذهب من غرف النوم. وللأسف لم يكن معهم إذن من النيابة العامة بالتفتيش أو المداهمة. وفي ختام هذا البيان، نحن سكان واحة الجغبوب لأننا ضد الظواهر السلبية بجميع أنواعها، ولكن لسنا مع الفوضى والهمجية. نحن مع الدولة وبنائها، مع بناء جيش منظم يحمينا وليس يرهبنا ويرهب أبناؤنا ونساؤنا. نطالب بحقوقنا وسنرفع القضايا، لأننا نؤمن بأن ليبيا بها قضاء عادل. وفي الختام، لن يضيع حق وراءه مطالب أهالي منطقة الجغبوب. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! يا كايب يا سراك! 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 القوادة عطوهم الحص، القوادة هم اللي موخرين النار. يا قايم يا سراك! يا قايم يا سراك! يا قايم يا سراك! يا قايم يا سراك!